25 فبراير 2014 ليلة بيكلف فيها المهندس إبراهيم محلب أن يكون رئيسا للحكومة الجديدة. بصوا حضراتكم، احنا بنحب الفتي، احنا شعب فتاي. يعني ممكن تسألوا واحد سؤال ما هو معرفش عنه اي حاجة وتقول له مثلا ايه رأيك في البيستك ناو، ويدي لك وجهة نظره ويناقش البيستك ناو معاك ويوضح لك من مميزاته وعيوبه. لا، ولا الحقيقة مش مميزاته وعيوبه، مميزاته وعيوبه ده عقلية علمية برضه. لا، هو يدافع عن البيستك ناو او هيهاجم البيستك ناو مع انه معرفش ايه هو البيستك ناو. احنا شعب يعز الفتي زاني ولا يتورع انه يودي البلد في داهية وهو بيفتي، مقابل انه ما يبقاش قاعد ساكت، ما يبقاش انه يعني اطرح عليه امر وما قالش، لازم يقول، لازم يحكي، لازم حتى لو هندمر البلد. مره حد كبير في البلد دي قريب والله بيقول لي ايدك معانا وحاجات من هذا النوع. قلت له يا فندم اي حاجه هتخدم البلد دي انا معاكم فيها، بس خد بال حضرتك ان ممكن جدا يكون خدمتي لمصر ان اتليها على عيني واقعد ساكت. اي والله، انت ممكن تخدم مصر بالصمت. اسكت، الدنيا مليانه زيطه، ضوضاء، لغو، فوضى، فوضى لغويه. الناس تلاقي الاضواء انحصرت عنها فيعمل ضوضاء، يعمل ضوضاء عشان يرجع للاضواء، يطلع يقول اي كلام في اي حاجه في اي، يطلع ان شاء الله يطلع شائعه او يروج لشائعه او يختلق حاجه ما كانتش موجوده. عايز يكتب، عايز يقول، خش على الفيسبوك بوك يقول اي حاجه، ده انا شفت فلان الفلاني بيعمل مش عارف ايه وشو. طب بجد؟ لا مش مهم بقى، يعني المرحله اللي جايه ما تتحملش ده، المرحله اللي جايه ما تتحملش ده. لو بحكم احكي كده ارجع يعني ارجع للجمله اللي كنت بقولها، فالراجل الفاضل بيقول لي عايزين ايدك معانا ومش عارف ايه، الفتره اللي جايه صعبه وكلام زي كده. يا فندم انا ممكن اخدم مصر بين اني اعمل لا شيء صفر او اني اعمل حاجات كتير، بس هي لازم نتفق. ما تقوليش تعالى معايا، قول لي احنا رايحين فين، دي غير دي. ما هو تعالى معايا دي يبقى انا هوقع لك على كارت واقول لك اعمل اللي انت عايز تعمله وانا معاك فيك. لا انا ما بعملش كده، يعني مع الاسف تركيبتي الذهنيه ما تسمحليش بكده، ان انا ادي لحد كده الشيك واقول له انا معاك يا ريس، اللي هو ايه زي الاخوان مع مرسي، والله لو ودى في مصر في 60 داهيه احنا معاك يا مرسي. لا ما فيش حاجه كده. ولا بعض القيادات حزب الوطني مع مبارك، لا انا ما بعرفش كده. ولا حتى الناس اللي بتحب السيسي مع السيسي، لا انا مش، انا كل ده كده دي طريقه في التفكير انا ما بعرفش اشتغلها، ما بعرفش يعني حتى لو حاولت مش هعرف. في ناس يا اخواننا بنسميهم على يمين السلطه، وفي ناس على شمال السلطه، وفي ناس على يمين السلطه طالما ان السلطه صح، وعلى شمالها لما السلطه بتكون غلط. الحقيقه الناس الاكثر موضوعيه هم اللي في النص، بس ده في حد ذاته عايز ناس تكون بتفهم. يعني في ناس بتدافع عن الحكومة، أي حكومة هي مصلحتها مع الحكومة، رؤيتها مع الحكومة، عقلية رجعية، هو شاف أنا هتجوز الحكومة إن شاء الله رب تعمل فيها اللي تعمله. وفي ناس بتعارض الحكومة، أي حكومة، والله لو جبت له أنبياء هو بيعارضها. لا ده صح ولا ده صح. الصح إنك أنت تأيد الحكومة لما تكون الحكومة بتعمل صح، وتعارض الحكومة لما الحكومة بتعمل غلط. إنما بتأيدها على طول أو بتعارضها على طول، لا ده منطق ناس مجانين. لما بقى اغلبيه المجتمع يا ناس بتعارض على طول، ناس بتقعد على طول، او ناس بتعارض على طول، لا يبقى انت بتنتحر. هرجع اقول لحضراتكم احنا في مرحله صعبه، عندنا رئيس وزراء جديد كلف، بتشن وستشن عليه كميه هجوم فلكي فلكي، سواء بالحق او بالباطل. ليه؟ اشمعنى ده؟ اشمعنى؟ ما نظرتش، اصل نظرت اشمعنى دي هي كانت مشكله الشيطان مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني هي كانت مشكله الشيطان اللي يقول لك اشمعنى يسجدوا لده؟ اشمعنى؟ ما هي اشمعنى دي اصلا قاتله، دي مدمره. يعني اشمعنى؟ دي خرجت ادم من الجنه بعد من كده. هو اشمعنى انا مش ما عنديش؟ احنا عندنا نظرت اشمعنى ده؟ طب هقدم طرح بديل؟ ما فيش طرح بديل، هو اشمعنى خلاص. ده ما يشوفش امه. ده ما يجيش في السلطة، ده وطلع عليه بدع بقى. المشكلة انه الطريقة دي في التفكير ما بتأديش لمنتج. الحقيقة دي كده عاملة زي الايه، الحمل خارج الرحم، عاملة زي اللي بيشوط كل الكور بره الجون. عايزين نجيب اجوان، مش احنا عايزين البلد تتقدم للامام؟ نشتغل بقى يا اخوانا. حرام حرام الفتي والهري وتدمير
يعني ثقتنا في نفسنا وثقتنا في مستقبل كل واحد يجي اصل ده كان محسوب على مش اصل ده كان كذا وكذا السيسي مع السيسي. لا انا مش انا كل ده كده دي طريقه في التفكير انا ما بعرفش اشتغلها ما بعرفش يعني حتى لو حاولت مش هعرف. في ناس يا اخواننا بنسميهم على يمين السلطه وفي ناس على شمال السلطه وفي ناس على يمين السلطه طالما ان السلطه صح وعلى شمالها لما السلطه بتكون غلط. الحقيقه الناس الاكثر موضوعيه هم اللي في النص بس ده في حد ذاته عايز ناس تكون بتفهم. يعني في ناس بتدافع عن الحكومه اي حكومه. هي مصلحتها مع الحكومه رؤيتها مع الحكومه عقليه رجعيه هو شايف انا هتجوز الحكومه ان شاء الله رب تعمل في اللي تعمله. وفي ناس بتعارض الحكومه اي حكومه والله لو جبت له انبياء هو بيعارضها. لا ده صح ولا ده صح. الصح انك انت تأيد الحكومه لما تكون الحكومه بتعمل صح وتعارض الحكومه لما الحكومه بتعمل غلط. انما بتأيدها على طول او بتعرضها على طول لا ده منطق ناس مجانين. لما بقى اغلبيه المجتمع يا ناس بتعارض على طول ناس بتأيد على طول او ناس بتعارض على طول لا يبقى انت بتنتحر. هرجع اقول لحضراتكم احنا في مرحله صعبه. عندنا رئيس وزراء جديد كلف بتشن وستشن عليه كمية هجوم فلكي فلكي سواء بالحق او بالباطل. ليه؟ اشمعنى ده؟ اشمعنى؟ ما نظرتش اصل نظرتش اشمعنى دي هي كانت مشكلة الشيطان مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني هي كانت مشكلة الشيطان ليه؟ يقول لك اشمعنى يسجدوا لده؟ اشمعنى؟ ما اشمعنى دي اصلها قاتلة دي مدمرة. يعني اشمعنى؟ دي هي دي خرجت ادم من الجنة بعد من كده. طب اشمعنى انا مش ما عنديش احنا عندنا نظريه اشمعنى ده. طب هقدم طرح بديل مفيش طرح بديل هو اشمعنى خلاص. ده ما يشوفش امه ده ما يجيش في السلطه ده وطلع عليه البدع بقى. المشكله انه الطريقه دي في التفكير ما بتاديش لمنتج. الحقيقه دي كده عامله زي الايه الحمل خارج الرحم عامله زي اللي بيشوط كل الكور بره الجون عايزين نجيب جوان. مش احنا عايزين البلد يتقدم للامام؟ نشتغل بقى يا اخوانا. حرام حرام الفتي والهري وتدمير يعني ثقتنا في نفسنا وثقتنا في مستقبل كل واحد يجي اصل ده كان محسوب على مش اصل ده كان كذا وكذا. طب هو مين اصلا اللي اختار الدكتور عصام شرف مكان الثوار؟ لما رجعت وحققت هو مين اللي اختار الدكتور عصام؟ ما كانش اختار المجلس العسكري ده كانوا الثوار. وسعيد قال له ده الاخوان. لا ما كانش الاخوان ده الكلام ده كان في بيت الدكتور البرادعي. وبعد ما جه وحملوه على الاعناق ولا اخره ابتدوا يشتموا طب واللي وراه واللي وراه واللي وراه. طب وبعدين مين اللي هيشيل البلد دي لقدام؟ حضرتك لو مهتم بحقوق العمال والفلاحين والمعوزين والفقراء ولا اخره هتجيب لهم مام منين؟ هتجيب لهم اكل منين؟ انت ما انتش سعيد باداء وزاره التعليم، طب هنصلح وزاره التعليم ازاي؟ ما انتش سعيد بالطرق والكباري طب ما هو لازم نشتغل. بحكم التعريف الشغل بيقتضي ان يكون في اداره. والاداره بحكم التعريف بتقتضي ان في حد بيقود وحد بينفذ. ما ينفعش كلنا نقود. ما ينفعش كلنا رؤساء وزراء، ما ينفعش كلنا وزراء. اخوانا اللي يتحط في موقع مسؤوليه ما دام من حيث المبدا ما نعرفش عنه فساد مش ما نعرفش عنه فساد. بص حضراتكم يقول لك اصل ده متهم بفساد. يا ابني اي حد متهم في مصر دلوقتي انت ممكن حالا تروح ترفع عليا قضيه ان انا سبيت وقذفت اي حد وبقيت متهم. ايوه متهم ولا مدان؟ متهم اي حد يرفع قضيه على اي حد في اي وقت ده بقى متهم. اتهمته بانه سرق مني فلوس. ايوه مدان؟ ده السؤال. مدان بمعنى تحقيقات بقى نيابه وادله ودفاع وقصص وفي الاخر المحكمه حكمت بانه الراجل ده فعلا مدان بكذا. انما لو بالاتهام هو اي حد بيشتغل في الفضاء العام المصري العظيم ده هتلاقي نفسك في النهايه اكيد هو متهم بحاجه. السؤال مدان؟ ما ينفعش ان احنا كل علاقتنا ببعض اصل فلان متهم يبقى ما نشغلوش. لا ده لو كده ده يعني زي مقوله السيد المسيح عليه السلام لما جم جابوا له واحده زنت وعايزين يحرجوه يعني فبيقولوا له ده كده هنقيم على الحد ونرجمها. قال لهم من كان منكم بلا خطيئه فليرميها بحجر. اللي كان منكم من غير خطيئه ما ارتكبش جريمه ياخد طوبه ويحذفها بيها. قعدوا فكروا قال لك احنا كلنا بلا ربنا.
هو احنا الحقيقه كلنا، عشان كده انا بقول ايه، اي حد بيعارض على فكره اوعى حد يعتقد ان انا بقول لك ما تعارضش، بس في نفس الوقت عارض بالنصائح، عارض بالبدائل. ما تقوليش انا معارض بس، انا رافض ان الكرسي يبقى هنا، ايوه طب نحطه فين؟ انا رافض انه هحط حته برضه انا رافض. لا ما ينفعش، قول لي ايه انت في بالك؟ ايه البدائل المتاحه عندك؟ عشان يمكن يكون عندك فعلا حاجه احسن من اللي عندي. انما انك انت معترض بس، الحقيقه بعد شويه كده وقت قول بقى اللي انت عايزه، اخبط دماغك في الحيط. عارف كده لما ابنك ولا بنتك يقعد يعيط 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 وانت مش عارف هو ايه اللي يخليه ما يعيطش، خلاص سيبه يعيط بقى يتفلق. هو ده اللي حاصل دلوقتي. ان بقى عندك قطاع من الناس بتعترض على طول، وقطاع في الدوله لك خليهم يخبطوا دماغهم في الحيط. ده رغي فائض طاقه سلبيه بيطلعوه خلاص. اخوانا اصعب ما في الحكومات الانتقاليه زي اللي احنا بنمر بيها دي، انها بتيجي من غير قاعده انتخابيه واضحه ومحدده، بتعبر عن اولوياتها. يعني ما بيجيش حد ابراهيم يحلب كده ولا 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 الببلاوي ولا اي من الرؤساء يقول لك انا اولوياتي كذا كذا كذا. هي بتاتي لانقاذ موقف، بتاتي لسد فراغ، او اللي احنا بنسميه تسيير اعمال. افتكروا حضراتكم في حلقه من الحلقات اتكلمنا عن انواع الحكومات، واحنا فيهم كان اسمها كير تيكر جوفرمنت، حكومه تسيير اعمال. النوعيه دي من الحكومات بتجد عاده انتقادات من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، وهو ده اللي خلانا نتكلم عن ست حكومات انتقاليه في 3 سنين. يعني عمر الحكومات الانتقاليه في مصر متوسط 7 7.5 شهر. الحكومه الوحيده اللي كملت فوق 7.5 شهر كانت حكومه هشام قنديل، وقامت بعدها ثوره. يعني احنا عمليا كده ماشيين 7 شهور وامشي واقلب بسرعه. ليه؟ لو طولنا شويه ممكن نعمل ثوره. طب ما ده برضه منطق بقى مش غريب، ده مش بلد بتتقدم دي. ده وقعه سودا. انا بقول لكم بامانه ربنا، يعني مع حضراتكم انا ما بحبش اتفلسف على الفاضي، بس في حاجه اسمها كده بوليتيكال ايكونومي اوف ديفلوبمنت، الاقتصاد السياسي للتنميه. بتعرف زي كده في الدكتور لما يجيلك مثلا سخن وبتعرق ومش عارف ايه يقول لك ده انت عندك كذا كذا كذا. اهو نفس الكلام في السياسه، في اطباء بيشتغلوا في مصر. حكومات بتتغير كل 7 شهور، معناها مفيش تقدم. مفيش تقدم. ما حد يقول لك الايادي المرتعشه بقى، هي لازم تبقى مرتعشه، هو انا عارف انا ماشي امتى؟ وبعدين اللي هيجي ورايا يقول لك ده مضى عن كذا كذا، روح. احنا بقى في مصر احنا فراعنه جبابره يعني. اول حاجه يعملها الرئيس الجديد انه يلغي كل قرارات الرئيس اللي قبله. الوزير الجديد اول حاجه يشيل الكرسي ده منين؟ مين اللي كان بيشتغل في المكتب ده قبلي؟ فلان وفلان. يترفضوا يروحوا يشتغلوا وادي يغسلوا حمامات بطاطا على راي كيمو. اهو دي عقليه، مش عقليه نهضه. يعني انا بقول احنا رؤيتنا دي لو احنا رحنا اي دوله في العالم والله لو كانت متقدمه ايه هنرجعها ورا 100 سنه. دي المشكله. عندك كل سبع شهور في حكومه الوحيده اللي طولت بعد 7 شهور عملنا عليها ثوره وعلى رئيسها ثوره. يبقى احنا ايه بنقول ايه للحكومه الجديده وللناس اللي هيتجرؤوا وينزلوا يصلحوا البلاعه؟ انا بقول لحضراتكم اهو، اللي بيقبل سلطه دلوقتي ده واحد بيتطوع انه ينزل يصلح البلاعه للمجتمع. المشكله فين؟ ان هو لما هيقرر انه هينزل يصلحها يقول لك شوف راجل عبيط نزل يصلح البلاعه. وبعد ما يطلع سواء صلحها او ما صلحهاش يقول اف ايه الريحه المعفنه دي. طب هو بيقبل سلطة ليه؟ يقول لك هو بيقبل سلطة عشان هو عايز يقبل سلطة. طبعا لو كده خلاص بقى يستاهل لو جت في دماغه. انما انا الناس اللي بشوفها هي ناس بتصوت اساسا. يعني كتير من الوزراء ايه اللي بيقبل؟ يقول لك انا عايز اساعد، ده واجبي ان انا اساعد. انما مش هينفع يساعد واحنا هو بيزق كده واحنا بنزق الناحية التانية. هو بيقدف لقدام واحنا بنقدف لورا. لا ما هو لازم نتعاون. هوري حضراتكم على الفيسبوك بوك النهارده كان عندي حوار مع بعض اصدقائي. في حد يعني هتكلم فيها بالتفصيل، بس هو كان قال عباره مهمه قوي. قال لك رايح نفسك يا ماما، اللي يرضيهم مش هيرضينا. ما هو ما دام فيهم يرضيهم ويرضينا يبقى فشلت الحكومه. مش بتكلم على حكومه ابراهيم محلب، فشلت فكره الحكومه. ما هو احنا لو فريقين مكسبك خسارتي وخسارتي مكسبك، لا طب ده احنا كده يعني علاقتنا ببعض علاقه ان انت لازم اوقعك. لازم اوقعك. هي دي بقى المعضله اللي بتواجهنا النهارده. ان احنا اي حكومه جديده بنجيبها احنا بنجيبها ومعاها اسباب فشلها. انت بتدخل دكتور اوضه العمليات وانت اصلا كل الادوات اللي بيستخدمها بايظه، مصديه، مش متعقمه. طب هيعمل ايه؟ طب هو حتى لو شاطر طب هيعمل ايه؟ لو ادوات الاصلاح ده طبعا بفرض ان نيه الاصلاح موجوده. هنفترض بقى انا موجود، انا هفترض كده على راجل عبيط واحب حسن يعني احسن الظن بالناس، هم ناويين يصلحوا البلد فعلا.
ومصدق كلام رئيس الوزراء الجديد انه احنا عايزين نحارب الفساد وعايزين نتخاطب مع العمال ونتواصل مع الناس المعتصمه. ولا انا مصدق؟ هصدق؟ لا امل غير انا اصدق المسؤول مبدئيا لغايه ما اشوف بقى بيعمل ايه. هو ربنا يعني ما النوايا دي عند ربنا سبحانه وتعالى، هو بيحاسبنا عليها، بس احنا كمان نشوف المجهود. طيب المشكله بقى بعد من كده ادواته علشان يحقق ده، احنا البشر الموظفين اللي في الدوله واللي في القطاع الخاص ورجال الاعمال والناس اللي بتكتب في الصحافه واللي في الاعلام، هو ده لازم نبني عشان ايه؟ هو اوعى حد يفتكر انا عايز حد حاجه من حد، ولا احنا لازم نفكر بمنطق انه اي حد بيقول اي حاجه عشان البلد تتقدم للامام يبقى هو عنده مصلحه او حسبه شخصيه. ايه اللي هتكسبه طيب انت؟ انا اللي هكسبه واللي حضرتك هتكسبه لو جالنا رئيس وزراء ناجح اسمه محمد، اسمه تدرس، اسمه ابراهيم، اسمه فتكات، انه ينجح لانه نجاحه بيعني نجاحنا. خد زي بول برادلي بتاع المنتخب، نجح رحنا كاس العالم. مفيش بقى مكسب، مش عشان هكسب انا عربيه عشان هو رحنا كاس العالم، لا انا عايز فريقنا يروح يتنافس في منتدى كروي عظيم زي كاس العالم. حلم كل الناس، لكن فشل الراجل اصابنا كلنا بالاحباط. مشكله حضراتكم انه اي حكومه من الحكومات الانتقاليه دهيت انها بتيجي وهي ما هياش عارفه بالظبط ايه المطلوب منها غير انها تسد خان، والمهم انها بسرعه تكون مدعومه باداء على الارض يجعلها تتخطى الانتقادات الكتيره اللي هتتوجه لها، لانها جايه مش على اساس انتخابات، لا دي جايه على اساس انه في حد اختار فلان اعتقادا في كفاءته. كنت مع احد ابرز الاسماء في حكومه الدكتور الببلاوي من حوالي اسبوعين، صدفه كده جمعتنا وكنا بنتعشى في بيت مجموعه من الاصدقاء وهو كان موجود، طلب مني تقييم اداء الحكومه. فقلت له الحكومه دي هتواجه، اول حاجه هي بتواجه بانتقادات من اربع جهات. اولا هي بتواجه انتقادات من الاخوان ومؤيديهم باعتبارها بقى حكومه الانقلاب، وانه فشلها يعني من وجهه نظرهم فشل الانقلاب، وانه معنى انه اللي هنا فشلت يبقى الاسباب اللي ادت لفشل حكومه الدكتور مرسي وحكومه الدكتور هشام قنديل لا تزال قائمه، وبالتالي هي حكومه من وجهه نظرهم معاديه، وبالتالي هننتقدوها في كل الاحوال، وهي بتسعى للقضاء على الاخوان وبالتالي هم في حرب معها. اذا ده فصيل نسبته قد ايه ما اعرفش، لكن هو موجود. في عندنا فصيل تاني بينتقد او كان بينتقد حكومه الدكتور الببلاوي، وطريفه قوي الحته اللي جايه دي، انه انصار 25 يناير الشعب اللي الناس اللي نزلت قالت الشعب يريد اسقاط النظام، اللي هم مشوا شفيق وجابوا عصام شرف وبعد مشوا عصام شرف ومزعلوا انه الجنزوري رجع وبعد يعني المجموعه دي شايفين انها حكومه قدمت الحل الامني على ما عداه، وانها اعادت الامور الى ما كان قبل 25 يناير، ومن وجهه نظرهم انه الناس المسجونه بالذات الاسماء البارزه من رموز الشباب ثوره 25 يناير وما بعدها، وبالتالي هم بينتقدوها باعتبار انها ثوره معاديه لثوره 25 يناير حتى لو قالت الحكومه غير ذلك. شوفوا بقى حضراتكم اللي جاي، ده طريف قوي مع اللي فات. هي كمان بتواجه انتقادات من انصار 30 يونيو اللي عادوا 25 يناير. ما هو اعزكم الله في ناس في 30 يونيو نزلوا معترضين على حاجات كتيره من ضمنها 25 يناير، بالنسبه لهم 25 يناير كانت النكسه و30 يونيو دي ايه زي حرب اكتوبر. دول بقى شايفين ان الحكومه اضعف من انها تقوم بمهام القضاء على جماعه الاخوان تماما، وانها لم تكن حاسمه وصارمه بالقدر الكافي مع اعداء ثوره 30 يونيو، بما فيهم بعض رموز 25 يناير، اللي هو بقى العملاء والخونه والطابور الخامس والحواديت دي كلها. يعني فكانه الحكومه بتنتقد من الاخوان على اعتبار انها حكومه شرسه شريره، تنتقد من بعض انصار ثوره 25 يناير باعتبار انها حكومه عنيفه وانها حكومه بتقدم الحل الامني، وبتنتقد من بعض انصار 30 يونيو باعتبار انها ما هياش عنيفه كفايه وما هياش صارمه كفايه وما هياش قاسيه كفايه. بتنتقد كمان يعني بتنتقد يعني للسبب ولضده ولعكسه، بس على فكره لا جديد، ما احنا ده ارجع بقى اول جملتين قلنا لما بدانا، هي طبيعه الحكومات الانتقاليه كده، هي جايه سد خانه، جايه بتحاول انها تمشي الامور، جايه من غير وعود واضحه، ما فيش عقد وقعته مع الناخب اللي انتخبها هي عايزه انتخابها، فبالتالي التوقعات منها متضاربه وكل واحد عايز يلونها بلونه. في فصيل رابع هو الحياه الاغلبيه من المصريين غير المسيسين اللي كانوا بيأملوا
ان الحكومة دي تقدم خدمات افضل، او على الاقل امل غير كاذب في مستقبل افضل بسرعة. كلمة بسرعة كلمة مهمة. الناس دي مش شايفة فرق كبير ما بين الحكومة دي والحكومات السابقات عليها، بل ربما كمان يقول لك يا عم ملعون ابو دي ثورة، احنا كان احسن حاجة ايام مبارك، كان في امن، على الاقل كنا عارفين البلد راسها من رجلها الى اخره. اذا حكومة الدكتور ببلاوي انتقدت بسبب الشيء ونقيضه، وهذا جزء من تعقيدات المشهد السياسي في مصر في مرحلة ما بعد الثورة. ولكن ما زاد الامر سوءا هو بقى الطريقة اللي تمت بيها هذه الاستقالة بطعم الإقالة. دكتور ببلاوي بيستعد انه يسافر علشان يحضر مؤتمر في نيجيريا، معظم الوزراء في مكاتبهم، ويفاجئوا بانه ايه ده، ده قدم استقالته. انا بالنسبه لي حتى صدمه. يعني انا بقول لحضراتكم، انا عارف ان مش انا، حضراتكم عارفين ان هيجي في يوم من الايام يحصل تعديل وزاري، انما ان توصل المساله ان رئيس الوزراء يطلب منه انه يقدم استقالته بالطريقه دي، عشان كده انا عندي عتاب على مؤسسه الرئاسه، لانه اخراج المشهد السياسي للاستقاله بالطريقه دي ما كانش مقنع، وبيفتح باب للتساؤلات اللي هتظل بلا اجوبه لغايه ما هم يطلعوا يتكلموا ويوضحوا هم عملوا كده ليه؟ ليه العجله؟ ليه السرعه دي؟ وليه الطريقه دي؟ انا بقول لحضراتكم الاغلبيه الكاسحه من الوزراء لم يعرفوا بامر الاستقاله الا من الصحف ومواقع الفيسبوك والتويتر وغيرها. طبعا المواطنون يسالون وعندهم حق. هي مش هي دي تقاليد مصر ما قبل 25 يناير؟ محدش عارف ليه الوزير فلان جه ولا الوزير علان مشي، احنا مش عارفين حاجه، هم في اسيادنا اللي بيحكموا البلد دي قرروا، مشوا احمد وجابوا ابراهيم، انت مالك انت؟ كابتن بلدك يا كابتن؟ بلدك؟ انا بلدي انا حر فيها، مش شعبي وانا حر فيها، افرده واكويه واحكمه واتنيه والحاجات اللي كان بيقولها محمد صبحي في المسرحيه دي. طب ما انت رجعت للتقاليد دي ليه؟ رجعت للتقاليد دي ليه؟ طبعا في كلام نقدر بعضه نستنتجه وبعضه يعني مش هقدر ادخل في تفاصيله، لكن في كان تخوف من ان يكون تراجع اداء الحكومه، زادت الاعتصامات والاحتجاجات والاضرابات وغيرها. خد بال حضراتكم كان في وعد واضح بانه في يناير، في اخر يناير الحد الادنى للاجور هيطبق على قطاعات واسعه جدا من المجتمع، انما ما حصلش. فيبدو انه كان واضح انه العربيه كانت بتتراجع بشكل شبه رأسي، يعني حاجة عاملة كده، فلك الحقها قبل ما تقع، لذا لزم التدخل الجراحي سريعا. ما كنت أتمناه شخصيا، ولو كنت لا قدر الله في موقع اتخاذ أو نصيحة من يتخذون القرار، قلت بصوا يا اخوان، انتم عايزين مين يكون رئيس الوزراء الجديد؟ المهندس ابراهيم محلب او اي اسم تاني. طيب يبقى لازم الراجل ده ياخد اسبوع الاول يكون هو الوحيد اللي عارف انه هيبقى رئيس الوزراء الجديد. اقعد في الاسبوع ده خطط، حدد انت عايز تغير مين في الحكومه، مين الاسماء الجديده. خد بالك بقى عشان تجيب وزير في مصر دي قصه برضه لبعض الناس، يعني انا شاركت في القصه دي شويه، والمفروض الحكومه تطلع تقول الكلام ده، لكن انا هتطوع بالنيابه عنها. لازم يكون في تقارير امنيه عن الوزراء. احنا عايزين نجيب سين، عايزين نجيب بقى محمود يبقى وزير كذا. ايوه بتسال اجهزه سين وصاد وعين، بتسال الداخليه، بتسال الرقابه الاداريه، لو حاجه لها علاقه بعمل مخابراتي ما في وزارات معينه لازم يكون المخابرات على مين ده؟ في وزارات فيها اتصالات بجهات اجنبيه كتيره، فيها وزير الاتصالات ده اصلا ابو واحد المناصب الصعبه جدا في البلد دي، انه هيسيطر على التليفونات والانترنت ولا اخره، يبقى لازم كمان تاخد موافقات اكتر. لكن انت مثلا لو وزير التموين يعني هتاخد موافقتين ثلاثه بس، مش هتاخد 10 مثلا. فبالتالي يبقى اعمل الهوم ورك اللي عليك. الحكومه تستقيل في يوم، خلال 48 ساعه بيكون عندنا رئيس المفروض يعني نظريا رئيس الوزراء الجديد يتكلم في نفس اليوم. وده بالنسبه حصل، لان هو استقال الدكتور الببلاوي بالامس وكلف الدكتور او المهندس ابراهيم محلب اليوم، لكن بقى تكون بكره الصبح بعد 48 ساعه تكون عندنا قائمه كامله بالوزراء القدامى او والجدد اللي هيلحقوا بالعمل الوزاري، وبعدها بساعات يكون حلف اليمين. حاجه كده ايه يعني، بس في نفس الوقت برضه دي لازم اقولها، توضح لي بقى التغيير ده انت بتعمله ليه؟ توضح يعني حاجه كده، مش الخطابات البروتوكوليه اللي احنا بنشكر الدكتور حازم بلاوي يعني نورتنا وشكرا انت عملت اللي انت عملته ده، لا ايه بقى؟ ايه نقاط الخلل؟ يبان في تكلفات الحكومه الجديده، ايه اللي ما كانش بيحصل في الحكومه القديمه؟ هو ده المهم،
عشان الناس تتحسش انك انت يعني سامحني حضرتك بتقودها كالقطيع. لا انت لازم تفهمني يا اخوانا. يا رب يكون اخر مرة اقولها، يا رب الناس اللي بتدرس يعني ادخل كده على موقع جون كينيدي سكول اوف جوفرمنت في جامعة هارفارد، اللي هو موقع الجامعة اللي بتدرس الحكم او الحكومة جوفرمنت يعني حكومة او الحكم في جامعة هارفارد. هتلاقيه بيقول لك ايه؟ يقول لك leadership and political communication، قيادة والتواصل السياسي. جوهر القيادة في حاجات كتيرة بس جزء مهم جدا تتواصل، تفهمني تفهمني تفهمني. اللي بيحكمك مش بيجر وراه قطيع غنم، ما هو بالذات الجيل بقى الجيل بتاع الشباب ده، دول مختلفين، مش كل حاجة بيعملوها غلط مش كل حاجة بيعملوها صح، انما لا شك انه مش هينفع معاه اللي كان بيحصل مع الاباء والاجداد. لازم تفهمه، حاول تفهمه. هو ذكي لما يحس انك انت بتحاول تفهمه، حتى لو ما نجحتش قوي هو هيقدر لك انك انت حاولت. انما احنا مفترضين هم مش موجودين، احنا بنتخذ قرارات كده او الحكومه بتتخذ قرارات ومش مهم. يا راجل يا راجل لسه هفهمكم، مش هفهم احنا الاول؟ هو انت لازم تبقى جزء من القياده انك انت تكون فاهم وعليك دور انك تفهم. لكن احنا بنكرر المشاهد مع كل الحكومات السابقه في مصر، انا هقول ما قبل الثوره وبعد الثوره، يظل رئيس الحكومه وفريق عمله في مباحثات ومقابلات، وفي المقابل بقى تلاقي تسريبات واجتهادات، ومشوا 7 وزراء، لا مشوا 8 وزراء، لا 9 وزراء، ومحمد جاي وابراهيم رايح، وتفضل رايح جاي رايح جاي، بورصه كده عماله تطلع وتنزل. وانا بقول لحضراتكم اغلب الظن هتلاقيها ولا لها علاقه بالحقيقه، وهتفاجئ باسماء جديده خالص ولا حد عارف حاجه. للاسف الشديد ده اكيمو يا كبير انت والشباب، ده الموقع بتاع مين؟ الرجاله. طيب ماشي، كيمو انكار كامل للذات، ولكن المساعدين هم اللي عملوا. ماشي يا كيمو هبلغ عنك انت اخرك معايا النهارده يا كيمو. اوكي المهم حضراتكم الاجتهادات اللي بتزيد دي، ده موقع هارفارد كينيدي سكول اوف جوفرمنت ده حضراتكم، المفروض ده بيعلم يعني من ضمن الحاجات اللي بنتعلمها هناك عند الناس ديت، انه اخواننا اللي بيقود بلد لازم يفهم الناس هو بيتخذ قراراته على اساس ايه، مش يتخذ ويسيب الناس بقت كل واحد يرغي. ما مش هيرغي دي انت ما مش حسسني بملكيتي للبلد. عارفين حضراتكم يقول لك سنس اوف اونرشيب، الشركات الناجحه ليها ثقافه بتبقى جواها اللي هو ايه سنس اوف اونرشيب، احنا كلنا شركاء في نجاح الشركه، شركاء في نجاح المطعم، شركاء في نجاح الدوله. يا سلام بقى لما تحس. مره حد بيحكي حكايه طالب زار الصين، فبقول لك طالب صيني بيقول له يعني بيقول له ارجوك لما ترجع بلدك قول لهم قول لسياح قول لهم حاجات كويسه عن الصين عشان سياح اكتر يجي يزورونا عشان ده كويس لبلدنا. الراجل اللي بيحكي الحكايه ديت بيقولها قد ايه هذا الشاب هذا الطالب الصيني اللي كان بيرافقه طول الرحله، فبيتكلم معاه انجليزي يعني معقول شويه عشان يساعده، بيفهمه يعني انه انا بحب بلدي كمواطن كطالب صيني وعايز بلدي تتقدم، فارجوك لما تسافر بلدك قول لاهل بلدك انه الصين مكان كويس ومكان جميل، واحكي لهم اعمل تسويق بيسموه وورد اوف ماوث، احكي كده ايه ببقك احكي لهم انه الصين دي مكان كويس وان الناس بتحب الاجانب وانها مكان رائع للسياح. هو شايف انه ده يخدم بلده، ده سنس اوف اونرشيب، احساس بملكيتك لبلدك. لو انت ما تكلمش الناس وتفهمهم وتخليهم زي ما يكونوا شركاء معاك في اتخاذ القرار، على الاقل تفهمهم انت على اساس ايه اتخذت القرار، بيضيع منك السنس اوف اونرشيب. يحسك بقى اصل دي بلدهم وهم احرار فيها، واحنا بلدنا بقى واحنا احرار فيها. وفي سلاح استخدمه الانسان المصري طول حياته، سلاح في منتهى القوه اسمه التطنيش. تجاهل، دعه يرغي، دعه يتكلم، دعه يحكم، دعه يمر. اللي بيحكم يقول يا عم صل على النبي، هو مش كتب خلاص مش قال احنا مالنا بقى؟ بص تلاقي فوق الوزير، مش هقول تعالكم قبل من كده، دريكسيون مصر مش واصل بعجلها. ادركوكم مثلا بانور وجدي زمان لما كان لها مراد وقاعدين بيسوق العربيه كده، والحد عمال يهز العربيه وتحس ان في بيضحكوا علينا يعني، هو مش راكبين عربيه، هو العربيه واقفه، هو اللي ده بيحصل. عشان السياره مش عم تمشي على راي فيروز، السياره مش عم تمشي ليه؟ لانه اللي فوق اللي بيسوق حقيقه هو بيمثل انه بيسوق، بيمثل الدركسيون يمين وشمال وبتاع، ويقول لك العجل مش ماشي، مفيش موتور مش داير اصلا. امتى يدور؟
لما اللي فوق واللي تحت الشعب والحكومة يكونوا عارفين عندهم هدف واحد مشترك. إنما الغموض لا يفسره المصري لصالح الحكومة. الشك لا يفسر في مصر لصالح الحكومة. الشك بيفسر إنه الحكومة فاسدة وإن الحكومة بتعمل مصيبة. آخر حاجة أقولها للبشمهندس إبراهيم محلب، هو رجل فيما أعلم عنه مشهود له بالكفاءة في مجاله، وأنا في مرحلة سابقة أيام الدكتور مرسي رشحته إنه يكون رئيسا للوزراء، ولكن هم كان لهم وجهة نظر تاني. المقالة دي كانت في يوليو، يعني كيمو بيقول لي قول التاريخ، يعني مش كانت في كي، كانت في يوليو افتكر 2012، يعني مش مهم الوقت قوي يعني. بس هو راجل انا ما اعرفوش، انا عمري ما قابلته بشكل شخصي بالمناسبه، يعني اتكلمنا تليفونيا اكتر من مره في مناسبات مختلفه، بس عمري ما قابلته، يعني مفيش بينا مصالح لا بس احكي لكم حكايه، لا دي مهمه معلش سامحوني كده افتح قوس بشان الدكتور البشمهندس ابراهيم محلب. في يوم ما هبب كنت نازل من كوبري ثروت اللي قدام جامعه القاهره، في بنت متعدي وميكروباص واقف، المهم في عربيه قدام، يعني اللي قدامي خبطتها. طلبة الناس اللي بتروح جامعة القاهرة قدام كلية التجارة كده وكلية الاقتصاد بيشوفوا قد ايش شباب بيروحوا ياكلوا ويصوروا ورق وكلام زي كده قدام الجامعة. فأنا سألت سؤال، هو ليه ما فيش كوبري علوي يعني ينقل الطلبة دول من هنا لهنا؟ الموضوع بسيط يعني، ما مش عقدة، بدل ما أولا بيتخبطوا بيتعرضوا الكلام ده من سنة وشوية، بيتعرضوا للخطر وغيره يعني، وطبعا بيعطلوا المرور، يعني خسائر لكل الناس، والكوبري ده مهما كانت تكلفته هتبقى افضل كتير من اللي احنا بنعمله ده. المهم حضراتكم طلبت من حد من الاصدقاء يعني نمره البشمهندس ابراهيم محلب، وكان ساعتها افتكر كان بيسيب المقاولين العرب، انا مش عارف ان هو بيسيب، انا عارف ان هو رئيس مجلس اداره المقاولين العرب، ما اعرفش انه بيسيب. تجرأت رحت متصل، ما ردش، بعت له رساله قلت له انا فلان الفلاني ارجو يعني الاتصال الاهميه، الرجل فقد تكرم مشكورا ورد عليا المكالمة. فلان انا باذن حضرتك انا بشتغل في جامعه القاهره وبشافك مشكله كذا 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 كذا. قال لي بص انا همشي بسرعه جدا، يعني عندي ايام معدوده وامشي. خلي رئيس جامعه القاهره يبعت لي جواب. خلي رئيس جامعه القاهره، يا سلام، دي المقاله القديمه اللي كنت لو كنت مكان الدكتور مرسي كنت اشرح فيها ساعتها المهندس ابراهيم محلب انه يكون رئيس الوزراء. تمام. فالمهم بحكي لحضرتك بس القصه بتاعت الكوبري ده. فكلمت ساعتها الدكتور حسام كامل وقلت له يا دكتور حسام انا كلمت الباشمهندس ابراهيم محلب وبقول له احنا عايزين كوبري في المنطقه كذا كذا. الدكتور حسام قال لي احنا اوريدي اتخذنا هذا القرار، وانه بالتنسيق ما بين جامعه القاهره والدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه هنعمل الكوبري ده. قلت له الباشمهندس ابراهيم محلب قال لي احنا ممكن نخلص الكوبري ده في شهرين. قلت له الدكتور المهندس ابراهيم محلب بيقول هخلصه في شهرين. قال لي واحنا ان شاء الله هنلحق نخلصه بسرعه، قال لي مش شهرين بس هنخلصه، حاول على الدراسه، كان الكلام ده مثلا ايه قول مايو فوق الدراسه نعمله في الصيف يعني. ما اعرفش هو الكوبري لغايه دلوقتي ما اشتغلش، هو بس كبنوه يعني ان شاء الله ربنا يحرقكم الصحه وطول العمر، ممكن الاحفاد بقى ابني الصغير لما يخش الجامعه كده ان شاء الله بعد 15 سنه يكون الكوبري خلص. المهم خلص، بس انا عجبني في الراجل ايه؟ اولا يقول لك انا ماشي بس الموضوع ده مهم وخلينا نعمله. اتنين هات لي جواب. ثلاثه هخلصك في شهرين. يعني طب انا مش عايز اكتر من كده، انا في البلد دي مش عايز اكتر من كده. ارجو يكون واضح، اقسم بالله انا لا ليا مصلحه في الكوبري ولا ليا مصلحه في المقاولين العرب ولا ببني عمارات ولا ليا علاقه، انا كل الحكايه انه مصيبه بتحصل كل يوم، حد من بلدنا وبناتنا بيتعرض للخطر، بس ادي الحكايه، ادي كلمت الراجل، الراجل ما يعرفنيش، رد عليا قال لي كذا كذا كذا، ادي الحكايه. ده واحد بيخلص بيشتغل بيشتغل، عاجبكم الكلام اللي بقوله؟ دي والله وقع حصل زي ما بحكيها كده. الكلام ده فيه حاجة يعني شايفين منها شيء إيجابي في الراجل؟ يمكن شايفين منها شيء سلبي؟ الله أعلم، أنتوا أحرار، لكن أنا بحكي لحضراتكم ده معرفتي بهذا الرجل. وبالتالي لما أنا باجي أقول النهاردة ندي للراجل فرصة، ندي الفريق عامله فرصة، أنا مش عايز حاجة منه، أنا نفسي حد ينجح، نفسي حد في البلد دي ينجح، يطلع فران ناجح، يطلع بتاع كشري ناجح، يطلع سواق تاكسي ناجح، أي حد ينجح. يا سلام بقى لو رئيس وزراء ناجح، الله، يطلع اسمه محمد، يطلع ابراهيم، اسمه اي حد ينجح في اي حاجه. لان انا ابتديت اشك انه في ان احنا معمول لنا عمل. يعني ابتديت اشك ان مصر معمول لها عمل. في هدهد يتيم والحاجات دي، فاحنا في حد في حاجه غلط في البلد دي بتخلينا ما نعرفش ننجح. احنا مش بس ما بنعرفش ننجح، احنا بنكره ان حد ينجح. ودي اصلا معضله اكبر، يعني انك انت مش ما بتعرفش، دي مساله ان قدراتك كده.
نيتك خير بس قدراتك، انما انك انت بقى تكره ان حد تاني ينجح، لا، يبقى انت عندك نيه سودة، انك انت بتخصخص البلد، ان مصر بالنسبه لك تساوي انا، تساوي مصلحتي. حاضر يا كيمو. اعتقد ان اكتر ما سيحتاج ان يتدرب عليه رئيس الوزراء الجديد هو التواصل السياسي مع جماهير متعطشه لقياده مقنعه لها، واعتقد ان هذا عاده ما يكون اقل ما يتدرب عليه او يجيده شخص ياتي من قطاع التشييد والبناء. الراجل ده مش شغلته انه يخاطب الجماهير ويقنعها، واضح ان هو ما تدربش عليها، ما كانتش جزء من اهتماماته، لكن احنا محتاجين ان تكون واحده من المهارات اللي يكتسبها في الفتره اللي جايه، لجزء من شغله رئيس الوزراء انه يفهم الناس هو بيعمل ايه ليه امتى وازاي، ايه وليه وامتى وازاي. شغلتك جزء من الحكايه، السياسه فيها جزء رغي، هي بس المشكله ان احنا عندنا جزء الرغي ده يعني واسع شويتين. بعد الفاصل هنعمل جوله فيسبوك قويه مع اصدقائي اللي النهارده يعني اثروا يومي ببعض تعليقاتهم، ونفتح التليفونات مع حضراتكم ونسمع ايه رايكم. بس انا عايز حضراتكم تجاوبوا على سؤال، ازاي نساعد الحكومه تنجح عشان احنا ننجح؟ ازاي يعني، نحاول نفكر بمنطق، ازاي نساعد الحكومه تنجح علشان لما هي تنجح احنا كمان ننجح. بعد الفاصل نكمل.